الحقيقة يعني كان في محاولات لتقسيم المواقع الأثرية في الأقصى واستغلال المناطق الفضاء ما بين كل هذه المواقع الأثرية حتى يعني تنسب للتراث اليهودي. سؤال وجيه جدا. الله يخليك. اللي هي الساحات. بالظبط. الفراغات. كده. الموضوع ده تصدى لي الدكتور محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الأثريين العرب. وفعلا أثير الموضوع، ما كانش حد واخد باله جامد من الموضوع ده ويقول لا المسجد الأقصى حاجة والساحات حاجة. تصدى وجاب لهم الأساس بتاع المسجد الأقصى، المساحة الحقيقية بتاعة المسجد الأقصى. ده اتحاد الأثريين، اتحاد الأثريين العرب. هو الدكتور محمد كحلاوي شخصيا هو اللي تصدى لهذا الموضوع في اليونسكو دوليا، وفعلا المسجد الأقصى، وقال لهم ان المساحة الحقيقية اللي هي 144 ألف متر مربع، المساحة شاملة كل المباني اللي حضرتك تتخيليها دي، هي بالقباب بكل ده كله اسمها مسجد الأقصى. احنا عايزين نشرح للناس أكتر، يعني هم كانوا بيحاولوا يلعبوا على المساحات على الفاضية، المساحات الفاضية، بحيث يستغلها سياحيا. أيوة يستغلها سياحيا لصالحه ويقول إن دي مش تبع المسجد الأقصى. حتى زمان أنا فاكر لما كنا، أنا كنت شغال مفتش آثار في طابة، فطابة على الحدود، فإيلات كانوا بيجينا مراكب من إيلات اللي هي المراكب اليومية، فكانوا بيوزعوا علينا صورة قبة الصخرة، فالناس بتبقى فرحانة، الله ازاي ده هم اللي بيوزعوا علينا قبة الصخرة. هو عايز يقول ان قبة الصخرة دي هي المسجد بتاعكم، ده قبة الصخرة دي معلم واحد من معالم المسجد الأقصى. وللأسف في حاجات دلوقتي وناس ومثقفين وبيجيبوا صور وجامعات، لما تيجي تجيب المسجد الأقصى تروح جايبة قبة الصخرة. لا، قبة الصخرة مش المسجد الأقصى. صحيح. قبة الصخرة معلم من معالم المسجد الأقصى، اكتر من 200 معلم بالساحات اللي حضرتك قلتيها. فتصدينا القضية دي فعلا وثبت. وزمان كمان ده الكلام ده ايه، من سنة كام؟ 29 لما اثاروا موضوع حائط المبكى اللي هو حائط البراق، وقالوا حاليا حائط المبكى. وبدأوا طبعا العثمانيين هم اللي سمحوا ليهم انهم يبكوا عند الحائط ده، فتخيلوا انه جزء من الهيكل المزعوم. ساعتها عصبة الامم سنة 1929 حكى اللي هي سابقة على الامم المتحدة، حكمت بان ايه، حائط البراق وليس حائط المبكى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وملكيته تعود لمين؟ للمسلمين. إذا هم بيلعبوا الحفائر حضرتك اللي بتتم حفائر احنا مش حاسين بيها دلوقتي، بتتم حفائر تحت المسجد الأقصى لدرجة ان هيوصلوه الى فراغ تماما، بحيث لو عدت طائرة تخترق حاجز الصوت ممكن لا قدر الله المسجد الأقصى يقع في أي وقت، ويقول احنا ما مالناش دعوة هو وقع بسبب ما بزلزال وهكذا، ولكن اللي يدخل تحت المسجد الأقصى، لأن حتى ملكية المسجد الأقصى ليست ما فوق الأرض، المساحة بتاعت مسجد ما فوق الأرض وما تحت الأرض بالكامل. إذن كل اللي انت وكل الآثار اللي عثروا عليها هي آثار إسلامية صرف، لم يعثروا على أي شيء يدل على المكان ده، لدرجة أنه كانوا بيجيبوا علماء في زمان بيشتغلوا حاجة اسمها إثبات صحة ما جاء في الروايات التوراتية، بيدفعوا جامد لمنظمات وعلماء بيشتغلوا في جميع أنحاء العالم، وبيدخلوا دول عربية وبيشتغلوا تحت ستار معين، ولكن هم علماء بيشتغلوا لإثبات صحة ما جاء في الروايات التوراتية. جابوا عالمة اسمها كاتلين كينون، وقالوا العالمة دي اثبت لنا ان في اثار من عصر نبي الله سليمان تحت المسجد الاقصى. فطبعا قالت لهم ما فيش الكلام ده، الامانة العلمية للاثري، قالت لهم لا ما فيش حاجة اسمها اسطبلات سليمان، وده عبارة عن قصور شائعة موجودة ولا علاقة لها بهيكل، وبعد كده طردت نتيجة هذا التصريح ونشرت ده في اثار الارض المقدسة. اذا هو بيحاول كل المحاولات دي كلها لانه مش لاقي دليل، زي ما بقول لحضرتك لا يوجد، وانا متاكد من الكلام ده كله ونشرته في دراسات علميه، لا يوجد اثر يهودي في العالم نهائي. فعشان كده هو لما قال جوستاف لوبون حضارتهم صفر، انه بيتمسحوا في الحضارات. انا حتى الناس تتكلم لما اجي اقول المعابد اليهوديه في مصر، هي دي مش معابد، هي اثار مصريه لا علاقه، هي مسمى فقط انها اثار يهوديه، ولكن هي اثار مصريه على ارض مصريه، انت بس مجرد ان اخذت مكان وحولته لمعبد لانه كنت عايش في المكان ده وليك وجود وليك هويه وكنت سكان مصريين من ضمن المصريين وهكذا، لكن كاثر يهودي لا، مش اثر يهودي في العالم، هو معبد يهودي ولكن مش اثر يهودي. طيب